بسم الله الرحمن الرحيم، وكل سنة وحضراتكم طيبين، ورب عيد سعيد عليكم يا رب. يكون كله كده إن شاء الله بإذن الله. ذبح واللحوم والخير مالي كل بيت. طيب النهاردة هنعمل إيه؟ النهاردة الطبق المعتاد اللي كلنا دايماً بنعمله اللي هو الفتة. هنعمل مع بعض الفتة كده ونشوفها. كله بيعمل رقاق. الرقاق الناشف من الحاجات المميزة جداً. هنشكل في الرقاق كده اشكال ونشوف هي ايه، ونعمل مع بعض الريش المشويه. اوريكم تتبيله المشوي ايه، سواء في الفلتو او في الريش، ويا رب عيد سعيد عليكم. اول حاجه هنعملها مع بعض كده هي الفته. هننزل مقاديرها كده، وانا عارف ان حضراتكم فيها اساتذه، ولكن زي ما اتفقنا ان كل واحد بيبقى ليه فيها تاتش. انا ماليش فيها تاتش، انا بحب الحاجه على اصولها. فلازم نهادي زمايلنا ونقعد نتغدى مع بعض بقى النهارده فته مع بعض. يلا، المقادير بتاعتنا عباره عن ايه؟ يكون عندي رز مصري، فته مصريه، 2 خبز محمص. هوريه لكم دلوقتي. انا بحب الخبز اللي هو اللبناني. 2 كوبايه رز مصري مطهي. هنسويه برضه مع بعض دلوقتي، هوريه لكم تعملوه ازاي. معلقه كبيره توم، 2 معلقه كبيره خل، نص كوبايه صلصه او صوص طماطم، وطبعا هنعمل بالكيلو مثلا طماطم عشان يكفينا طول العيد. بتقعد ست البيت تقوم وتعمل ملح، فلفل اسود، نص كيلو لحمه موزه مسلوقه، ضاني، اي نوع من انواع اللحمه، بس يمكن عشان انا بحب الموزه جدا يعني. يلا بينا، يلا بينا. مش هقول لكم بقى صوروها واكتبوها، ده انا اتعلم منكم الفته. لا لا، ده هم ما شاء الله اساتذه، ده انا اتعلم منهم. نرجع يا اماني كده. يا اماني كل سنه طيبه، يا اماني كل سنه طيبه، يا كريستين. طيب هنيجي مع بعض كده. ادي العيش بتاعنا. في بيجيبوا العيش اللي هو المحمص. العيش ده بيبقى ليه كده زهوة وجميل جدا، اللي هو ده بحمره في الزيت. بنعمل بكيسين 3 اكياس عيش، ده اللي غاويين الفتة يعني، ويحطهم على ورق مناديل طول العيد يسحب منهم. هو يتاكل لوحده كده مقرمش بالشكل ده. خلاص، هنيجي على الرز المصري. بنعمل برضو حلة فيها 2-3 كيلو تبع عدد افراد الاسرة. وزي ما اتفقنا قبل كده، احنا عايزين رز الفتة يبقى مفلفل. ادي الرز اهوت المصري بتاعنا. بنقوم عاملين كده، جايبين 2-3 كيلو طبعا بالحلة الكبيرة. وبعدين ادي شوية الزيت بالشكل ده كده عشان يلمع الرز. وادي الملح، معلقه سمنه بلدي مثلا يا ريت، مفيش يبقى زبده، بس هنحطها في الاخر مش دلوقتي. وادي الميه المغليه معايا اهيت بالشكل ده كده، كله على بعضه بالشكل ده. وبعدين نيجي على النار، نحط الكلام ده كده اهو. وادي معلقه الزبده او السمنه زي ما انا عايز. انا بحب احطها في الاخر لكن مفيش اي مشاكل لو حطيتها دلوقتي عشان ما انساهاش. طيب واحده واحده كده وعلى مهلنا خالص. خلي لي الكلام ده هيغلي، ولما يغلي والرز يشرب الزبده والزيت ويطعم بالملح، هنبتدي نهدي النار. وهوري لكم هيطلع مفلفل ان شاء الله، يمكن ده مغسول من بدري يعني. اللحمه بتاعتنا، اللحمه الموزه، بنحط الاول اللحمه في الميه بتاعتنا، ونبدا نشيل الريمه. الريمه اللي هي الزفاره، الزفره اللي بتبقى في اللحمه، بالذات لو كانت ضاني. لو كانت ضاني انا بنصح بنعمل ايه؟ بتغلي الميه، وبعد ما بتغلي برمي الميه باللي فيها واشطف اللحمه، وبعدين ارجع. هي بتبقى دهون كتير، فانا هنا خفيت الدهون وشلت الزفاره. بعد كده ببتدي اديها ميه جديده، زي موضوع الكوارع. لازم ارمي ميتها في الاول واشطف الكوارع واحطها فيه، وابتدي ادي التوابل بتاعتي. هنا انا اديت 2 حبهان، واحده مستكه، ملح، فلفل اسمر، واحده قرفه. ونخلي الكلام ده يغلي. ممكن بصلايه مدعوكه بملح وفلفل وطماطم، ودي شوربه ستي وستك بقى، الحاجات القيمه قوي الجميله. طيب هنا ايه الاخبار؟ ابتدت الميه. لازم الميه تكون بتغلي، لازم الميه تكون بتغلي عندي خلاص عشان الرز ما يعجنش. خلونا مكاننا كده نضيف، ما عندناش حد ينظف، الدنيا عيد. وبعدين وبعدين يا شيفنا، وبعدين يبقى كده الفته المصريه بتاعتنا اللي احنا مشهورين بيها، خدنا منها شق وخدنا منها الشق التاني. يكون عندي شوربه دسمه حلوه،
هنعمل الطاسه بتاعتنا اللي احنا دايما متعودين عليها. هات لي كده الطاسه بتاعتنا كده يا شيفنا، وابتدي لو فيها ميه فضها لي عشان ما تقعدش تش 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 كده، واعلى نار عندي كده. وهنجيب ادي الصلصه وادي الخل وادي الثوم. في بيعملها والله بتبقى جميله قوي قوي قوي، بطشه الخل والثوم ويدي ايه كبشه شوربه كده، دي من الحاجات الجميله قوي. وفي بيعملها بصوص الطماطم. انا واحد من الناس يعني لما الواحد بياكلها باكلها، طبعا هي من الاكلات الجميله بس سعرات حراريه عاليه برضه. واللحمه الضاني سعرات حراريه عاليه، يعني البتلو هي اهدى انواع السعرات الحراريه، بعد كده يليها الكندوز، يليها بعد كده اللحمه الضاني، سعرات حراريه عاليه جدا، بس يعني اسمع انها من افيد اللحوم هي ولحم الجمل. وبعدين هنبتدي نجيب كده معلقه سمنه بالشكل ده كده، هات لنا معلقه تانية وخلي ده للرز ده. ونبدا نيجي على الريحه اللي بتبقى في كل بيت الصبح، وادي كده في ناس بتتغدى بيها وفي ناس بتفطر بيها، عادات وتقاليد جميله. كل العادات يعني يا رب دايما يا رب يجمعكم على كل خير. بجد يعني بقولها لكم من قلبي، تزيدوا دايما وتشوفوا اولادكم كده وتتجمعوا كل عيد، في عيد الاضحى بالذات يعني حاجتين بيجمعونا دايما، لازم نبقى مجتمعين. شهر رمضان على الفطار ويبقى ليه روحانيات غير عاديه، عيد الاضحى الصبح بالذات بيبقى ليه روحانيات غير عاديه. يمكن عيد الفطر كلنا بنبقى دايخين وعايزين ننام، خارجين من عيد زهقانين من الاكل، لكن بنتجمع دايما في عيد الاضحى على السفرة الجميلة اللي دايما بتجمعنا حتى لو مش هناكل، بس بنقعد مع بعض من دواخل الدبيحة، ان كان ممبار ان كان، وده احلى حاجات، فشة طحال كبدة، الحاجات الجميلة ديت كلها يمكن انا بحبها اكتر من اللحوم. ابتدأ السمنة تقدح عندي. بص على الرز، بصة ضروري جدا اتأكد عشان الاستاذة اللي قالت الرز ما بيستويش منها، ان انا اتاكد ان الارضيه هنا ما فيهاش اي حاجه. وادي الزبده، شايفين الرزايه عامله ازاي؟ الرز اتشرب، ابتدي اهدي عليه النار، بس هديله معلقه زيت كمان كده تلمعه، بيبقى الواحد ليه نظره كده اهي، معلقه زيت واحده. وغطي يا شيف محمود عشان البخار هو اللي عليه الايه؟ بقيت الشغل. اهدى نار، شمعه، لو عندي شياطة احط الشياطة. وادي معلقة التومة اهي كبيرة، وقت لنا المنديل كده عشان نهز بالطبق ده. طبق التوم ده من الحاجات المفيدة جدا جدا جدا. وادي الخل، ابدأ هدي لي النار، هاتلي اللوج بتاعنا. بالشكل ده اكشف لي على الشوربه، راحه واحده واحده كده. كل ده يكون معمول بكميات، اللي هو الرز، صوص الطماطم، العيش. خلاص كل يوم ممكن اعمل نوع لحمه وابتدي اشتغل. ادي التوم احمر معايا، ركز معاه قوي ان هو ما يتحرقش مني. ونبدا نيجي باحلى حاجه موجوده اللي هي التش بتاعتنا ديت اللي هي بتاعت الخل. وادي صوص الطماطم. اقول لك على حاجه عشان ما اكسفكمش، عشان الناس هنا اذواق، كل عمال يقول انا بحبها بالصلصه، ولا عمال يقول لا انا بحبها من غير الصلصه، فنعمل لهم طبقين اهو كده. مصورين طبعا جايبهم اول يوم العيد وكانوا عايزين ياخدوا اجازه، فلازم نبقى تحت امرهم كده، اللي هي بايه؟ بطشه الخل والثوم، وكده اللي هي بالصلصه. هات لي بقى سنه شوربه كده، ما بزودش ميه، بزود شوربه، سنه ملح وسنه فلفل اسمر بالشكل ده. وادي الملح وادي الفلفل الاسمر،
بالطريقة دي. حاجة بسيطة أوي. أنا أقصد أحط أنا ليا طريقة في شغلي كده يا جماعة. طبعًا دي بتاعت اللبن أنا عارف. بس أنا أقصد أحطها عشان أمسك كده أنزل بيبقى ليا نازلة كده زي الملح كده. غريب في شغلي يا إيهاب مش عارف ليه. معلش يا إيهاب جبتك. ما جبتليش الكبدة. من قايل لك هات لي الكبدة؟ أنت بتذبح عجل يعني. ده أنا ذابح معزة. يعني إيش جابني ليك يعني؟ وهنيجي نعمل كده وادي الصوص رقم 2. وبعدين انا برضو ليا بعض المزاجات كده. اصل انا كنت غاوي مطاعم لما كنت طالب كده ولسه قبل ما اتجوز. كنا قبل ما نتجوز يا جماعه كنا واخدين راحتنا شويه كده. فكنت غاوي مطاعم فكنت بحب ان انا اروح اكل بالذات لحمه الراس والكلام ده. هنبدا نيجي هنا نحمر اللحمه بتاعتنا. انا بحب اللحمه محمره بمعلقه زبده او معلقه سمنه وعليها شويه ملح وفلفل اسمر. يا سلام. بالذات الموزه والفراخ احبها مسلوق ومحمر والبط والوز كله نفسه اتفتح طبعا. اي حاجه الحاجه اللي بالصوص سبحان الله ماليش فيها. يعني الفراخ الروستو مع ان بيبقى شكلها تحفه لكن سبحان الله ما يعني انا احب المسلوق والمحمر بس. البفتيك اللي هي النواشف. هنرفع كده الموزة اهي بالشكل ده كده. فصوص شايفين عاملة ازاي. اهو هاتلي حتة القرفة دي كده شفنا. وبعدين 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 والرز شغال عندي على النار. هناخد معلقه صلصه صغيره او خل وتوم من اللي هنا على الشوربه اهي. ملحها مظبوط والدنيا تمام فيها. وادي العيش. ايه ده يا شيف محمود احنا مش بنسقي العيش؟ لا انا عايزه يستوي هنا كده. العيش مش هيعجن كده شفنا؟ لا مش هيعجن بس كده اهو. تمام تمام يا شيف محمود تمام. احنا نقدر نقول لك لا تمام احنا هنقدر نفتح بقنا معاك. طيب يا سيدي وبعدين يا دوبك هي غلوه. نبص على الرز بصه. تعالوا بصوا لي على الرزايه كده. شايفين الرزايه اللي انا حطيت ده على ده على ده؟ ها عامله ازاي؟ شايفين الرز الابيض بتاع الفته والبخار طالع معايا والدنيا زي الفل. ولا عجن ولا حصل اي حاجه. ده ايه شغل السرعه ده؟ ده اسمه شغل الايه؟ السرعه. عشان ست البيت تعيد هي كمان. ما هي دي مشكلتنا بقى. بس لو اتكلمت يقولوا بيدافع عن مش عارف ايه لا. انا اعطي كل ذي حق حقه. ست البيت دايما هي شمع لاولادها وهي يا رب احفظ كل ام وكل سيده طبعا عظيمه بتخدم بيتها. بس هي كمان امي اختي زوجتي بنتي من حقها انها تعيد هي كمان. مش معقوله هتقف في المطبخ طول النهار وتبدا انها هي عليها انها تخدمنا بس. اتكلمنا قبل كده اللي عندهم ابناء وحد وصل للخمسين او الواحد وخمسين او الستين زينا كده يبتدوا اولادهم يرعوهم شوية لان الصحة بتبتدي تروح فعلا. وكان لا يصدق العقل انا كمحمود عطية كنتش اصدق ان الصحة فعلا بتبتدي تروح. كان الواحد متوقع ان هو هيفضل كده على طول. فهنا ست البيت او الام بيبقى فيها اللي فيها. الام بيبقى عندها والله 70 سنة وتقف تعمل لاولادها احلى شغل واحلى حاجة وبتبقى سعيدة جدا جدا بده. فاحنا علينا ان احنا نعمل ايه؟ يا اما نريحهم ونقف معاهم دي نقطه. يا اما ان انا كشيف محمود او كاي شيف في الميديا بيديها الافكار ايه هي؟ ان انا هجيب 10 ترغيفه ده لو كانت اسرتي ما شاء الله يعني 10 ترغيفه 10 اكياس عيش يعني لبناني عيش اللي هو اسمه المحمص ونقطعه وندهنه ممكن سمنه وتوم كده وخشوا الفرن ونعمل حلة رز ونعمل حلة صلصة
بعد كده اتفضل لي هي حاجة واحدة بس. العيش بيغلي عندي وهنا هبتدي انزل بمعلقة سمنة صغيرة او زبدة عشان احمر اللحمة. تعال لي كده معلقة صغيرة قوي كده، وبعدين وادي فين الزيت بتاعنا اهو، ادي الزيت، سمنة وزيت يا جماعة، حاجة بسيطة عشان ايه تتحمر وتاخد وش كويس. تعال لي كده يا دوبك مع شوية ملح وفلفل، هو ده اللي انا ايه بحبه، بيبقى ليها طعم غير عادي. خافوش على العيش اهو، العيش قاعد يغلي مني اهو ولا جرى له اي حاجة. شايفين اللون بتاعها عامل ازاي؟ شوية ملح وفلفل اسمر بساط، ادي شوية الملح وادي شوية فلفل الاسمر، مفيش بعد كده بس خلاص. ونفصل النار بتاعتنا ونجيب اللحمة هنا كده، الموزة مع معلقة الزبدة ما ترموهاش. وتعالى لي كده يا شيفنا، واصبحت الدنيا كده معانا، مستني بس شويه الرز. مفيش دقيقه واحده وهتلاقوه استوى. نقول عملنا ايه في الفتره ديت؟ لازم نمسح السمنه كده، وطالما البخار، بصوا كده عايزكم تبصوا على الحل، البخار شغال على شمعه او نار ضعيفه، يبقى انا ماشي صح، ولا تخافوا من الرز ولا تخافوا من اي حاجه. تمام، اظن مفيش بعد كده، وطريقه سهله وطريقه بسيطه ما فيهاش اي حاجه. هات لي بقى كده نبدا نغرف العيش بتاعنا. كل دوله ليها طريقه كده. ادي العيش، حاجه بسيطه قوي كده وكده. الاردن ليها طريقه، في طريقه الفته، السعوديه ليها طريقه، في عندهم حاجه اللي هو مش المرجوج، اللي هو حاجه زي المرجوج كده اللي هو قرصان. القرصان ده بيبقى عيش معمول بدقيق البر، بيبقى رقيق جدا جدا. الاردن عندهم اسمه رز الايه المنسف، برضو بيتعمل بعيش ورز بطريقه مميزه وجميله جدا، وكل حاجة هتدوقوها ليها رونقها. بس أنا كشيف محمود بيتعبني حاجة واحدة، دي أصل أصولها كذا ودي أصولها كذا. يا عم ارحمني يا عم، بلا أصولها كذا بلا ما أصولها كذا، احنا كلنا واحد. هات لي الرز كده، شايفين؟ اكشف كده، اكشف يا باشا. ها نبص على الرز بصة كده اهو، شايفين الرز عامل ازاي؟ اهو ما فيهوش اي تعجينه. طيب هاخد الفاصل دلوقتي، ان مخرجتنا الغاليه عايزه تاخد الفاصل تجيب لكم اغنيه العيد فرحه، وبعدين بعد كده ويجي خروف يقول عاق، وبعد كده نرجع لكم على طول نكمل الوضع بتاعنا. فاصل وعود لحضراتكم. اهلا بحضراتكم. هنا انا اديت بعد ما اديت العيش، بصوا العيش مفلفل ازاي، اديت طشه من الثوم والخل، شايفين العيش مفلفل ازاي؟ ده مثل العيش ده، العيش اللي هو المحمص بيبقى شويه ممكن معجن، ودي حاجه طبعا بترجع لكم. هنبدا نفرش كده الرز بتاعنا، في بيفرشوا طبقه رز تحت وبعدين طبقه عيش وبعدين طبقه رز، لكن انا بحب ان انا اعمل دي كده على طول، الطبيعي بتاعنا اللي هو عيشنا فيه. مدام حنان اهلا بيكي استاذتنا الغاليه. اهلا، ازيك يا شيف؟ عامل ايه؟ ازاي معاليكي انت يا ست الكل؟ الله يخليك، كل سنه وحضرتك طيب. سعادتك بالف صحه يا ست الكل، تسلمي لنا. الله يخليك، جميل قوي الاكل اللي بتعمله، تسلم ايدك. الله يسلم لي عمرك يا رب، تسلمي لي. الله يخليك. كنت عايزه اسال حضرتك، ان بنسمع دلوقتي عن مخبوزات او عيش من العسل ومن البيض والجبنه النتو مثلا،
فهل دي صحية ولا العيش العادي هو الأحسن؟ العيش اللي بالعدس ده نوع عيش هندي بالجبنة النستو. ايوه، وفي بالبيض وبالجبنة النستو. ايوه، ما هقول لك بيتعجن بالبيض يعني ولا ايه؟ لا لا، ده اللي بالبيض والجبنة النستو مع عيش تاني اسمه كيتو، وفي عيش تاني. لا، ده الكيتو ده نظام ريجيم. هل دوت ينفع لمريض السكر والدايت، بصي يعني بصي، مفضل عن العيش العادي؟ هقول لك على حاجة. نظام الرجيم بتاع الكيتو هو بيعتمد على الدهون، ممنوع تاكلي نشويات زي العيش او مكرونه او رز. بتعتمد يعني تصحي الصبح كده، لان انا سمعت عنه بس ما قريتش فيه كتير، ان انت تاكلي حته قشطه بيض مقلي في كوبايه سمنه بلدي، خلاص، على اساس ان انا بدخل دهون الجسم، يبدا الجسم ما فيش نشويات يحرق الدهون بس، فبالتالي بياخد الدهون بتاعت جسمي كمان ويبدا يحرقها. هنا في مريض سكر قال ان هو ده كويس وحلو جدا لمريض السكر، وفي مريض سكر، انا كبنتي كانت بتتكلم مع والدتها لان والدتها عندها السكر، فقالت لها ان في مشكله في موضوع النظام دوت لمرضى السكر، لان انا مش طبيب وانا ما بحسش مع بنتي ليه هو الخطا اللي هيكون قائم. دي نمره واحد. نمره اتنين، في بعض الادويه الطبيب اللي هو بتاع الدايت بيديه للشخص عشان يعمله عملية إشباع، بينقص بينقش المخ ويعمله عملية إشباع فما يجيلوش نفس طول النهار. ده لو دخلتي على النت هتلاقي إن هو غلط لمرضى السكر. ليه؟ هو بيعمل إيه؟ بيزود ضربات القلب، فبيزود الحرق. معانا ضربات القلب، ما هو أنا لما بجري بتزيد الدورة الدموية. ليه بيقول لك عايزه تخس يجري ويمشي؟ فبتزيد الدوره الدمويه، فبيزيد ضربات القلب، فبيزيد الحرق معايا. هو بيعمل بيجريكي وانت قاعده، فغلط هنا على مريض السكر او مريض القلب او مريض الضغط العالي. انا لست بطبيب، ولكن لو احنا بنحكي ليه؟ زي ما قلت لحضرتك، لو حضرتك واللي عاوز بالله مريضه السكر تسالي الطبيب احسن ايه اللي انت ممكن تعمليه من الافضل. وربنا يعفو عنك ويشفيك يا رب العالمين. يا رب يشفينا ويشفي كل مريض. الله يكرمك يا ست الكل ويديك الصحة يا رب، ربنا يكرمك. ادي كده الصوص وادي كده طشة التومة اهي. فاحنا بس يعني انا دايما عفوا بحب اقول ايه، ان انا استشير الطبيب بتاعي واقول له مثلا ان الامر واحد اتنين تلاتة، فبالتالي هو بيرجع يبدا يقول لي ايه اللي انا اعمله. لان طبيب السكر، الطبيب اللي هو السمنه بالذات دلوقتي بقى كل واحد بيروح ياخد 6 شهور اللي هو تغذيه او سمنه حاجه زي كده، وبعدين يبدا بعد كده يقول لك انا طبيب وفي معاهم دبلومات. والله في ناس انا اعرفها معاها دبلومات، في معاها شهاده خالص وفتح الموضوع دوت، وتقول لك انا بخسس، واعلان على النت، والنت بقى مفتوح دلوقتي لكافه الاشياء، وخدوا الدواء دوت، وعايزه تخسي وعايزه تبقي نانسي عجرم وعايزه تبقي مش عارف ايه، خدي الدواء دوت. اذا عدم الضمير انعدمت الحياه، إذا انعدم الضمير انعدمت الحياة كلها. فضروري جدا نبقى عارفين احنا بنقول ايه، وما حاولش اكسب على حساب البشر، ده شيء ضروري جدا جدا جدا، لكن هذا ليس بمجالي. يلا بينا يلا بينا نخش على الرقاق دلوقتي ونشوف الدنيا عاملة معاه ايه. يلا بينا أستاذتنا الغالية ومخرجتنا العظيمة ونشوف الدنيا فيها ايه. المقادير بتاعتنا عباره عن ايه؟ المقادير بتاعتنا عباره عن ايه؟ المقادير بتاعتنا عباره عن، بيكون عندي رقاق، عندي لحمه مفرومه، وعندي السمنه بتاعتنا، والباقي امره سهل. ننزل بالمقادير كده مخرجتنا العظيمه ونشوف هنعمل ايه. المقادير بتاعتنا عباره عن ايه؟ نص كيلو رقاق، يا ريت رقاق طري، وقلنا على طريقته كتير، وامبارح انا شرحته لحضراتكم وقلنا عليه، بس ما اجي اعمله بدقيق جميع استخدامات.
كوبايه سمنه ربع. مين اللي بيكلمني الاول؟ يا سلام يا استاذ محمد، صوتك قد ايه رقيق فعلا. دبحت ولا انت ما فطرتش كبده يا استاذ محمد؟ لا انا هعمل لك فخده ليك انت مخصوص، غرقان في الدم دلوقتي، ما خدتش شاور. حبيبي الغالي. كوبايه بقدونس مفري. بصوا الناس روحها حلوه قوي هنا، ازاي يا جماعه؟ جدا والله. طيب ونشوف ايه، مفيش مقادير تانية. طب هنعمل ايه؟ هم دول المقادير بتاعتنا، هنعمل ايه؟ طيب يلا يا معالي الباشا. يا سلام يا سلام على كوبايه شوربه الكوارع ديت. السيد النهارده اللي ماسك البوفيه معانا يا جماعه ما بيقدمش لا شاي ولا قهوه، شوربه كوارع، شوربه ضاني، شوربه كندوس، وشغال بسم الله ما شاء الله، ماشيه معاه زي الفل. ده مشروع مربح على فكره. بيكون عندي الرقاق الطري، عندي اللحمه، ونبتدي ممكن نعمل الكلام ده في الفرن، وممكن اعمله هنا عندي على البوتاجاز. يكون عندي صينيه، اي نوع من انواع الصواني، دي جريلا اهي، ده نوع كويس جدا من الجرانيت، وده برضو نوع كويس جدا من الجرانيت. يعني في انواع كتير من الجرانيت بتبقى مميزه جدا. هات لي شويه الفلفل دول ما تضيعهمش. الله، ده مفروم زي ما شرحت لكم امبارح، بيبقى عباره عن ربع مفروم ربع بصل لانه بيحليه، ملح فلفل اسود وسنه قرفه لو حبينا. هنبدا ما نكشفش على الرقاق الا لما اكون هشتغل، وخصوصا الجلاش، وخصوصا الجلاش. ونبدا نيجي مع بعض نعمل كده مع بعض. امره سهل وطريقته سهله جدا. ممكن ادي للحمه دي بيضه، ليه بقى؟ كده كفايه، كده كفايه. وممكن اعمل لكم حاجه تانية، ممكن ادي للحمه دي بيضه ليه؟ عشان تمسك لي الحشوه الداخليه. هات لي معلقه، معلقه، وادي المعلقه. لو يدوني الكتالوج بتاع الدرج دوت هرتاح. هات لي كمان طاسه كده شفنا، بس الصبر حلو، والصبر مفتاح الفرج. يا سلام يا شيف محمود، بتقول حكم ومواعظ، ده ما فيش بعد كده. بنديك الصحة يا شيف محمود، شوفش فيك أي حاجة وحشة يا رب. وبعدين بظبط ناري بس، حلو بظبط ناري دي أخرى. هنبدأ نعمل كده. ده بقى ملك العزام يا جماعة، شفت أنا بعمل إيه؟ عايزكم تركزوا معايا في اللي أنا بعمله ده. فردت الورق كله، مش ورقة ورقة، واقعد بقى. ده في ناس بيجيبوا لي الضغط في الشغل والله، يمسك الورق ويعمل ويقفلها ويروح يحطها ويحمرها ويقول لي ادي اول ورقه، وبعدين ياخد كمان. يا عم يلا، هو كده تك تك، شغل السرعه، شغل الايه؟ السرعه. كده على طول الصينيه تكون سخنه عندي. بتلاحظوا بعمل ايه؟ انا مش عايزكم تاخدوا بالكم الوصفه بس، طريقه شغلي، مش طريقه شغلي بقى انت الواد المميز بقى شيف محمود، لا. كنت بقول لكم مشهور مفيش من سنين قريبه والله، ان انا بعمل العزومه في ساعه، ودي كانت حقيقه. تعملها وتشيك تيك، لا الله لو كانت فيها ايه، والله كان بيبقى فيها خروف. كنت ببدا بالخروف الاول، تك 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 تك، وبعد ما يتبل او مكتفه خش الفرن، غطي بفويل ساعه الا ربع. بس خروف ما بياخدش سوى، اوزو صغير، مش خروف خروف يعني اللي احنا بنتباعه في العيد، هو ديك رومي متنكر في الخروف. واقوم كاشف الفويل خد وش. في المرحله دي بكون عامل الكبسه سمبوسات، مش كانت ايام. وبعدين هنبدا نشوف الدنيا هنا عامله ايه. شد لي النار كده، طاسه صينيه مش لازم جريلا كده، وادي كده. وبعدين هنحط على الجزء اللي فيه اللي انا القفل اللي انا قافل بيه كده، عايز ادهنه دقيق وميه زي ما وريت لحضراتكم امبارح. اهلا وسهلا. بالشكل ده. تعالى لي هنا. طبعا السمنه بتدي طعم، وخصوصا لو كانت سمنه زي اللي معايا دي. وتعالى لي يا سيدي كده،
اعملي كمان واحده بالشكل ده اهو، مش نفس القصه بقى. شايفين الفلفل الهريسه مع شويه البقدونس مع البصل الكتير عاملين ازاي؟ واهو تليفوني انا ولا تليفونك انت يا استاذه كريمه؟ اهلا بيك، اهل اسكندريه العزاز. ربنا يبارك فيك يا رب. السلام عليكم. ازيك يا استاذتنا الغاليه؟ عليكم السلام. حضرتك اللي استاذنا والله يا شيخ محمود، كل سنه الله يكرمك. طيب الله يبارك لي في عمرك. الايام ودايما كده الشعب المصري بكل خير وسلام. الله يكرمك يا ست الكل، وصفاتك. تسلمي لي كده، تسلمي. كل ما هو جديد مع الشيخ محمود ومع حمنون، دايما الله متابعينكم ما شاء الله عليكم. ربنا يحفظك ويبارك لي في عمرك يا ست الكل، تسلمي لي يا رب. ربنا يخليك يا رب. العيد عامل ازاي؟ اجواء وايه في اسكندريه؟ لا جميلة طبعا، انت عارف اسكندرية بتبقى في العيد وخصوصا في الصيف بتبقى الجو رائع كمان. حلوة اجواء، عامل زي بتاع المرور انا. طب واللي يجي من الصحراء ولا يجي من الزراعي؟ والله اي حاجة، الاتنين هيوصلوا ان شاء الله بالسلامة، بس انتوا تعالوا نورونا. المتجه الى اسكندرية من الطريق الزراعي يسلك طريق كذا. عيد سعيد يا رب عليك يا رب. ربنا يخليك يا شيخ محمود. احنا بص يعني شفنا وموزيك الله يكرمك ما شاء الله، يعني الله يحفظك، كل حاجه ربنا يبارك لنا فيك يا رب. ربنا يكرمك يا كريمه يا رب، وما يحرمنا منك ومن ذوقك ابدا يا ست الكل. ربنا تسلمي يبارك لي فيك يا رب. الله يكرمك، ربنا ما يحرمني من ذوقك ابدا. تسلمي لي. واحنا شغالين كده عايزين نعمل الريش. الريش او اللحمه الكباب اللي هتتاخد على الفحم عبارة عن بصلاية مبشورة مع طماطماية مبشورة مع ملح فلفل أسمر عصير ليمون شوية زيت، خلصت القصة. ولا ندي فيها توم؟ التوم ما يخشش في المشويات إلا للفراخ. الزعتر ما يخشش في المشويات إلا للفراخ. حبينا ندي اللحمة، حبينا ندي الريش، أهلا وسهلا. أنا عايز أديها توم، براحتي. وصلت المعلومة؟ مش أنا محمود عطية. أنا عايز أدي توم، أنت مالك يا أخي؟ أنت زعلان ليه؟ وأنت لا تاكل ولا أنا؟ براحتي. اتفقنا؟ عرفنا الدنيا فيها ايه؟ يعني انا عايز ادي توم، ادي توم. لكن انا بقول لكم على الطعم او التيست يبقى عامل ازاي. ان اللحمه او الكباب او الريش بصله مبشوره، طماطميه مبشوره، معلقتين زيت، ملح، فلفل اسمر، عصير ليمون. طيب ده لو كان على الفحم. لو على الجريل، لو على الجريل بنعمل اللي انا هعمله ده. بصل، ملح، فلفل اسمر، بصل، ملح، فلفل اسمر، عصير ليمون وشويه زيت وخلصت القصه. ادي البصل، وننزل بالمقادير الاول مخرجتنا الرائعه ونشوف مع بعض الدنيا فيها ايه وهتعمل معانا ايه. عايز ادي معلقه مستردة، يا سلام، مفيش بعد كده ندي مستردة. هننزل بالمقادير بتاعتنا ونشوف الدنيا فيها. شايفين الرقاق الطري؟ ها ايه الاخبار؟ يلا يا سيدي. ايه مالك؟ اهو يا سلام، لو عندي تقاله زي بتاعه الساده السوريين الرائعين. ما عنديش طبق هنا مقلوب، اهو الطبق المقلوب اهو، مقلوب اهو. عايزين الريش، الريش، عايز الريش بتاعتي يا ابو حميد. الريش بتاعتنا نص كيلو ريش، بصل متقطع شرايح، ملح، فلفل اسمر هندعكه لما يطلع الميه بتاعته، الزيت والليمون، وخلصت القصه. ما تتعبيش نفسك يا استاذه كريستين، خلاص خلاص انا حلفت، انا حلفت عليك يا استاذ كريستين. يلا بينا، يلا بينا. خدوا بالكم عشان ما اسرحش والحاجه هنا تروح مننا. هنبتدي نقطع. طيب نص كيلو ريش، ريش او فيليتو اللي انتوا عايزينه، سمر بطاطس شرايح، معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره ملح، 2 معلقه كبيره زيت، عصير ليمون. البصل هنا زي ما بقول لكم هو اللي بيتاكل اكتر من اللحمه. طيب وبعدين خليها كده يصوروها يكتبوها. طبعا انتوا مش محتاجين، انا عارف والله، عارف ان حضراتكم ما شاء الله اساتذه وكل شيء ان شاء الله عندكم يعني افضل مننا واشطر مننا في شغل الاعياد ده. وبعدين 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 ناوي على ايه يا شيف محمود؟ هات لنا كده الصينيه دي كده. هنيجي نقطع البصل، ادي كده الرقاق. عايز احشيه جبنه، يا سلام لو اتحشى جبنه موزاريلا، مفيش بعد كده.
ايه الاخبار هنا؟ شايفين انا اتقلت عليها ازاي؟ طبعا لو غطى حلة حاجة كده مميزة مفيش بعد كده. يلا شوف، ها شايفين شكل الرؤية عامل ازاي؟ بطلعه بشكل جديد للعزايم، واهو واو. خلي لي دي شوية كده وخلي لي دي هنا. قطع البصل كده شرايح بالشكل ده كده، عايز اديها فلفل رومي، اديها شرايح طماطم، يا اهلا وسهلا. كل ما كترت كميه البصل كل ما كان افضل عندي. وبعدين يا شيف ادي الملح بالشكل ده، ادي الفلفل الاسود، ادعك الكلام ده، سنه مستردة جدعانه ماشي اهي، ادعك الكلام ده ما يطلع ميه، يطلع ايه؟ ميه، عشان البصل هتختلف الدنيا مع البصل هنا اهو. تمام، ادي شويه زيت وانقع للفراخ هنا، مش انقعها، ادي بقى كوبايه ميه هنا وانقع الفراخ بقى في ميه بخللها، وادي شويه الزيت. هات لي الريش، هات لي الريش. ايه يعني انت عايزه تجري؟ صدقنا واحد دابح الصبح وخدناهم منه. وادي كده ولا طماطم ولا حاجه، انا مش محتاج ادي طماطم ولا صلصه. ليه؟ عشان الجريلا الكلام ده ما يلونش بسرعه ويتحروق عندي، لكن على الفحم هدي طماطم. كده انا تبلتها، هبتدي اخد الفاصل بتاعنا عشان تفضل متبله شويه كده والجريلا بتاعتنا سخنه، ونرفع الكلام ده كده، ناخد بقى الفاصل بتاعنا ونرجع بعد الفاصل نشوف هنعمل ايه ونقدم حاجتنا واحده واحده. فاصل وعود لحضراتكم. اهلا بحضراتكم. قبل الفاصل تبلنا الريش، لازم الجريلا تكون بتدخن كده، ما عنديش جريلا يبقى صينيه، لازم تكون بتدخن كده، اي صينيه في البيت، وتكون مدهونه زيت ولازم تدخن كده. لو بارده هتنزل الريش او اللحمه تبق ميتها. وبعدين اعمل كده تش، لازم في نقطه كمان مهمه عشان بس قص الشوي ليه اصوله، مش هنزل بالبصل دلوقتي عشان ما يبردش الجريلا، لازم الريش تاخد الوشين عندي. نقطه مهمه قوي عايز اقولها ودايما اقولها، عشان الشغل ليه اصوله، لان الاصول ما تزعلوش مني راحت، هوب الاقي في المرحله دي تراك ابتدى يقلب لي او تقلب تركي تركي تركي، بردت الجريل عفوا هنا، ابتدت الجريلا تبرد تريك، هاتني كده وانا متعصب كده اقعد اقلب. تقلب ليه؟ ما تخلي الحاجه تاخد وش، هي تتحرق ده مشوي، حاجه تقعد كده تاخد وش. افرض ان دي فيليه فراخ او فليتو او فراخ، خليها تاخد وش، انا مجرد ما هو انت كده بتحبس الميه معايا، مجرد ما اقلب خلاص وراح الوش، واستحاله ادي وش وابتدت تبك ميتها. هنا لو انا ابتديت ان انا اقلب هلاقيها خدت وش حلو قوي مميز، شايفين وش الشوي، ما هي دي. تقول لها انت ما شفتيش ابوكي بقاله قد ايه؟ الخروف بقاله قد ايه؟ هتقول لك بقاله قد كده. طب ما قلتيش هتشوفيه تاني، يحصل لها الصدمه. صح كده. تسلم لي انت. هنبدا نقطع الرقاق بتاعنا كده، ممكن اقطعه باي صوره من الصور. شايفين منظر اللحمه مع الفلفل عامل ازاي؟ واهو. قدمناه بصورة جديدة خالص خالص خالص. وبعدين طول ما انا سامع صوت الشوي ده ما قلقش وما نزلش بالبصل والفلفل والطماطم في الوقت دوت. ليه؟ هيبرد لي الجريلا، هيبرد لي الجريلا. برافو عليكم. ممكن ان انا اعمل كده، احفظوا بقى الطرق دي عشان ان شاء الله باذن الله تقدموا احسن حاجة.
واهي بقطعها على ثلاثة على أربعة على ستة، تقطع معايا في منتهى السهولة بالشكل ده كده يا ست أم كريم. أهلا يا أستاذتنا الغالية. الله يخليك، كل عام وانت بخير وكل عام وانت طيب وسعادتك بألف صحة وألف خير. الله يخليك. والله يا شيف أنا بشكرك على الحاجات الحلوة اللي بتعملها لنا. مش ناوية تيجي تعمل لنا عرق كده كندوز كده تربيانكو؟ عناية يا شيف عناية. نور الدنيا، تسلم عينيك. والله العظيم عناية. لا المرة دي هعمل لك واحد فليت ومشوي على النار. الله عليك يا سلام، ده شغل أجانب ده يا باشا. أنت أحسن من الأجانب. بقولك ايه يا شيف، بعدين مفيش تاني، بس مش عارف، مش عايز يتكلم يعني. نعم. احنا القدام، احنا القدام اللي بنعمل الحلو كله. انت الخير والبركه يا ست ام كريم. الله يخليك، وانت الخير والبركه على راسنا، انت على راسنا. الله يكرمك ويبارك فيك. انت استاذتنا اللي احنا بنتعلم منكم. ما تقوليش كده يا ام كريم، على راسي من فوق. لا والله العظيم يا شيف احنا بنتعلم منكم وحياه ربنا، انت تعتبر ملك الحلويات. الله يخليك، الملك لله. والله العظيم ونعمه بالله يكرمك. بس انت بسم الله ما شاء الله عليك في الحلويات استاذ. ده احمد القاضي بقى استاذي بقى. لا والله العظيم انت عارف انا حبيبي احمد القاضي، بس انت يعني ما شاء الله عليك. والله انا تلميذه يعني. الله يكرمك. اصل انا لا يصح الا الصحيح. ربنا يبارك فيك، وانت انسان محترم وتستاهل كل خير. الله يكرمك. ربنا يبارك لك ويديك الصحه دايما يا رب ويخليك لينا، وانا بتصل عشان اشكرك على كل حاجه حلوه بتعملها لنا. الله يكرمك يا ست. وكل عام وانت طيب، وتحياتي للولاد. وسعادتك بالف الصحه يا رب، تسلمي لي. هنا زي ما احنا العجين او الرقاق ما يترشش حاجه، معهمش رش وبقدونس. حلوين قوي، حلوين قوي قوي، حلوين. بتحسسني ان انا في عزا يا ابو حميد. 4 دقايق ونختم. ماشي يا ابو حميد، ده الربع الاخير. وادي كده خلاص، عشان فاضل لنا 4 دقايق بس. شايفين الدنيا عامله ازاي؟ شفت الدنيا سهله ازاي؟ طلع لنا بقى طبق للريش ديت يا شيفنا. بصل ده بقى ما يتحمر، ما بقى فاضل دقيقه قول لي يا حبيب قلبي. سلام لي انت. شايفين منظر الريش بقى والشوي بتاعها؟ حتى الطرب نفس القصة. شايفين؟ اهي. تاخدش وقت. مش هداني حاططها على الجريل لما تنشف. أنا عندي حساسية بس من الدخان، فبحاول بقدر الإمكان إن أنا ما أشمش فيها. أول ما يبقى فاضل دقيقة بس قول لي. دايماً أقول المعلومة زي ما قالت مدام شادية الجميلة، مدام شادية دي أختنا كبرت المقام. ان انا دايما لما نتعلم اي حاجه من اي حد نذكره دايما بالخير. ما اطلعش اقول انا وانا وانا، لان اللي هيطلع فوق بسرعه هيقع بسرعه. اللي هيطلع على كتاف الناس لازم يقع. اطلع على كتافك وعلى مجهودك، هتلاقي نفسك عندك صلابة والعمارة بتاعتك تعيش 100 سنة. الحياة بنقضيها، بس قضيها بمبادئ وقيم وسلوك واحترام النفسي. إنما أخد معلومة من أحمد القاضي مع حفظ الألقاب وأطلع أقول أنا اللي عاملها، مذكروش خالص. ده حتى الناس أستقل أنا في نظرهم، وانا ما احترمش نفسي. وهذا ما يحدث في اليوتيوب، في عالم اليوتيوب هذا ما يحدث، الا قله قليله. انا ما بتضايقش وما بزعلش، لان طول ما انت بتاخد مني وصفه طول ما انا ناجح. لكن اقل شيء انك انت تقول ان دي وصفه الشيف محمود عطيه، هذا لا يقلل من قدرك، بالعكس ده بيعلي قدرك، بيعلي قدرك. مش بس ده، مش ده بس، في كل حاجة. في أوروبا دايما يقولوا احنا اتعلمنا من مصر كذا، اتعلمنا الحضارة، اتعلمنا كذا، اتعلمنا كذا. دي معلومة مهمة كان نفسي أقولها لكم، لأن ده شيء مهم جدا في حياتنا. أول يوم العيد النهاردة يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة. طبق الريش المشوي، وده
اصر المخرج انه ياخده، بما انه مخرج وصاحب اكبر سلطه هنا فلازم اديهوله، ما اقدرش افتح بوقي طبعا بهزر يعني. خلاص يا جماعه، ده كده الريش بتاعتنا مع الفلفل، وعرفنا ازاي بس الشوي ازاي وازاي ان احنا نقفل المسام. طلعنا اطباق فاتح للشهيه اللي هي المعجنات بتاعتنا، طلعنا الفته بتاعتنا بالموزه اهو، طلعنا الفته بتاعتنا بالموزه. كل سنه وانتم طيبين ورب دايما بخير وايامكم كلها جميله. القاكم في حلقه قادمه وعيد سعيد عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله.